تستحق الثقة. السلام عليكم مشاهدينا ومرحبا بكم معنا في حصتكم جاوب تربح. اليوم رانا بعدنا شويه، جينا المحل التجاري فاميلي شوب في مدينه البوليده، ولايه البوليده. جينا حنا ورامي كيما العاده باش نطرحوا عليكم سؤال ونربحكم ان شاء الله 500,000، ومن بعد اوتوماتيكمون تجوزوا معنا للمود باس اللي فيه راح تكون اون تابلت. سنا فيكم ان شاء الله لا جاوبتنا الجواب صحيح. تبعوني نشوفوا شنو هو سؤال حصه اليوم. الخير. مساء الخير. واش راك؟ لاباس. الحمد لله. الصحة مليحة. لاباس والحمد لله. الحمد لله. اليوم جينا حنا ورامي عندكم بليدة. مرحبا بكم. يعيشك. تعرف رامي؟ إيه. تعرفوا مالف تشرب منه؟ الماضي. شكون اللي مالف اللي تحب، وشنو هو البارفان اللي تحب تشربه أكثر؟ خوخ. الخوخ. أبري. أبري. هيا بصحتك. يسلمك. يعيشك. سؤالنا يقول كم تبلغ سرعة الأرض؟ 1,000,000 كيلومتر ساعة؟ لا لا. يعطيك صحة. يسلمك. معك خير إن شاء الله. يعيشك. صحة. مساء الخير. مساء الخير. راكي؟ تمام. الحمد لله. راكي معنا في حصة جوك تربح، تعرفيها؟ مرحبا بك. وين عارفة؟ يعيشك. سؤالنا تاع اليوم يقول كم تبلغ سرعة الأرض كي تدور حول نفسها؟ 380 كيلومتر. ميرسي. ميرسي بوكو. معرفة خير ان شاء الله. يسلمك. صحة. مساء الخير. مساء الخير. ان شاء الله. لاباس. الحمد لله يا ربي. سقساني وريبوندا. على تعرف سؤالنا ولا ما تعرفوش؟ ما عرفوش. كان يعرف سؤالك وسقساني وريبوندا. وانا واقفه نخزر. راك مليح؟ لاباس الحمد لله. الحمد لله. تكون هنا في بليده انت؟ تكون هنا. وين تقرا؟ تقرا في الجامعه. انا يونيفرسيتي سعد دحلب. واش تقرا؟ جيني سيفيل. جيني سيفيل. الله يبارك. ان شاء الله ربي ينجحك في قرايتك. ان شاء الله يا ربي. ان شاء الله ربي يسلمك. راك مزروب. واقيلا نزربو نقولو لك. نزربو نقولو لك سؤالنا. سؤالنا يقول كم تبلغ سرعة الأرض حين تدور حول نفسها؟ كم تبلغ سرعة الأرض حين تدور على نفسها؟ بالكيلومتر المربع. كيلومتر. مشي بالكيلومتر في الساعة. كيلومتر في الساعة. كاين واحد العديان هذا سناو لي غير الغلطة ماتوا بالسعادة. شو اسمه سمح سمح. بعد 1,500 كيلومتر في الساعة. أراك قريب. شوف كي جيت إتيديان نقول لك بين 1,500 و 1,700. مش كاين في الوسط. 1,600. مبروك عليك. صحة. أنا نعاون لي إتيديان. سي نورمال. هاك ربحت معنا 500,000. مهدة من طرف رامي. يعطيكم الصحة. صحيح. بلا مزية. راح تجوز معنا اوتوماتيكمون لا روبريك مود باس. هذه لا روبريك مود باس نقول لك فيها 3 زانديس باش تقول لي وشنو هي الحاجة اللي راهي في بالي. كي جاوب الجواب صحيح تربح معنا اون تابلت. إن شاء الله. وإلا ما جاوبتش الجواب صحيح تدي 500,000 تاعك. يعطيكم الصحة. صحيح. بلا مزية. قبلها نروحوا نشوفوا نصيحة ليك وليا والكامل لي جون والكامل اللي يشوفوا فينا. نصيحة اليوم وشنو هي ونعاودوا نولوا معاه. واسمك؟ نسيم. نسيم. ونقولوا نشوفوا نسيم لا يربح معنا لا تابلت ان شاء الله. انتوما تاني تقدروا تجاوبوا وتربحوا عن طريق الاس ام اس رحله لشخصين الى تونس الخضراء.
فندق 5 نجوم لمدة أسبوع كامل في الحمامات ياسمين. حاجة سهلة، جاوبوا على سؤال اليوم. أين يقع أكبر خط مترو في العالم؟ تونس ابعت برقم 1، لندن ابعت برقم 2. عن طريق الاسماس إلى 63030. ما تضيعوش الفرصة، 63030 جاوبوا تربحوا. واحد سعيد للجميع. الفائز بالسحب السابق غزالي محمد من ولاية تيبازا، ألف مبروك. سانشاين ألجيري، السفر للجميع. على بالنا كامل بلي الإفراط في تناول الملح يسيء إلى الضغط الدموي، بصح الملح ماشي هو سبب ارتفاع الضغط غير عند 30% من الأشخاص المصابين بهذا المرض، وإنما الضرر تاع الملح يصيبنا في عظامنا. فعندما يتخلص الجسم من الملح الزائد يرمي معه الكالسيوم، وهذا الشيء يسيء إلى العظام. الإفراط في تناول الملح يعجل في حصول ترقق العظام ولهشاشة العظام، على هذا لازمنا ننقص في استهلاكنا للملح لتحت 2400 ميلغرام يوميا، علما أنه في زوج قطعات من الخبز الأبيض نلقاو 269 ميلغرام من الملح، وفي نص كوب من الطماطم المصبرة يعني طماطيش تاع الباطا نلقاو 740 ميلغرام من الملح. لازم نديرو بالنا بزاف بزاف ونحاولوا نقصوا من هذا الملح باش ما نضروش بعضنا. مشاهدينا عاودنا ولينا لا روبريك مود فاس، ان شاء الله تعاودوا ان شاء الله تكونوا استفدتوا من النصيحه تاعنا تاع اليوم. دركا نجوز للمشترك معنا، لو كان نقول لك ماكله طعام ماكله وخلاص طعام يتكلم صح يتكلم. لو كان نقول لك بيتزا فرماج دركا نقول لك حاجه ومن بعد نقول لكم احساسي. كنقول لك سنافر لي سخوف. سنافر حاجه زرقاء انا نحس روحي اللي نعطيه الميني ماكله طعام بيتزا فرماج. كنا نهضروا على شامبينيون. معليش شكرا بحق 500,000. يعطيكم الصحه. صحيح بلا مزيه ان شاء الله نتلاقاو في حصه واحده اخرى ان شاء الله. كونتينياسيون ان شاء الله يعطيكم الصحه. ميرسي بوكو وانت ربي يعاونك ان شاء الله وينجحك ان شاء الله. يعيشك. مشاهدينا صحه، ما تروحش تنكمل باسكو كاين لي يدي ماري. لا مشاهدينا وصلنا نهايه الحصه، دركا ندوزو لا روبريك فيديو كاك. ما تنساوش تبعثوا لنا لي فيديو كاك اللي لقيتوهم نتوما. ما بقى لي غير نقول لكم استنوني في العدد الجاي. نتوما اللي راكم في داركم تقدروا تشاركوا معنا عن طريق جو اس ام اس. دوك نقول لكم شنو هو سؤال اليوم وكيفاش راحين تبعثوا لنا وتراسلونا. استنوني في العدد الجاي وبقوا على خير. خسارة، كنتوا قادرين تروحوا بهدية تانية من عند رامي لو كان سبتوا كلمة السر، بصح معليش رامي هدالك قسيمة شراء فيها 5000 دينار جزائري. ألف مبروك، مع رامي ديما رابحين. Выровнять не надо чуть-чуть. Кати, не бойся.
جودة تستحق الثقة.